أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أخبار البلاد الذي نتناول فيه عدة مواضيع تهتم بالمواطن وحياته اليومية. حلقة اليوم ستكون حول مشكلة المياه في ليبيا وتحديات الحلول التي سأتحدث فيها مع ضيوفي الكرام المشاكل التي تواجهها ليبيا سواء في نقص أو انقطاع المياه، بالإضافة إلى عدة مواضيع متفرقة نبدأها بفقرة البلديات. حملة لإزالة خيام الخضار والأكشاك العشوائية في بلدية سلوق. أعلن مكتب الحرس البلدي سلوق عن انطلاق حملة لإزالة خيام خيام الخضار والأكشاك العشوائية داخل البلدية. وقال آمر دوريات الحرس البلدي سلوق مساعد الضابط يونس محمد إن جهاز الحرس البلدي أطلق أمس الأحد حملة لإزالة خيام الخضار والأكشاك العشوائية داخل المدينة. وأوضح محمد في تصريح صحفي أنه شارك في الحملة شباب السلف وبعض المتطوعين، لافتا إلى أن التجاوب من المواطنين كبيرا جدا رغم قلة الإمكانيات، ولكن تمت إزالة بعض الخيام والأكشاك العشوائية. وأشار آمر دوريات الحرس البلدي سلوق إلى أن الحملة مستمرة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك حتى يتم إظهار المنطقة بالشكل الحسن خالية من المباني والمحال العشوائية. وفي الخبر التالي، مصر تعفي ليبيين أقل من 18 عاماً وأكثر من 50 عاماً من التأشيرة. قال عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر إن السلطات المصرية أبلغتهم إعفاء حاملي الجنسية الليبية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو تزيد عن 50 عاماً من الحصول على تأشيرة دخول الأراضي المصرية. وأكد سيف النصر في تصريحات صحفية أن القرار سيفعل بعد 72 ساعة ابتداء من مساء أمس الأحد، موضحا أن التأشيرة للليبيين ستكون لمدة 6 أشهر تجدد بشكل دوري. وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لحل مشكلات العالقين وتفعيل اتفاقية النقل البري، بالإضافة إلى دعوة لجنة متخصصة لزيارة مصر لبحث عدد من القضايا العالقة مع السلطات المصرية. توقف إذاعة الزاوية المحلية عن البث المباشر. أعلنت إذاعة الزاوية المحلية أمس الأحد عن توقف بثها نظراً لغياب الدعم المالي عن الإذاعة لفترة طويلة. وقالت إدارة الإذاعة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك إن قرار الإيقاف جاء عقب موافقة مدير الإذاعة ومدير إدارة الهندسة الإذاعية ومدير إدارة البرامج العامة ورئيس وأعضاء لجنة متابعة البرامج ومراقبة النصوص. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بكر الهادي الجمودي مدير إدارة أو مدير إذاعة الزاوية المحلية. أهلا وسهلا بك سيد بكر. أهلا وسهلا بك سيد بكر. سيد بكر هل أنت في الاستماع؟ يبدو أن هناك مشكلة في الهاتف، لكن سنحاول الاتصال بالأستاذ بكر مرة أخرى. اختتام مهرجان السلام الوطني للفروسية والشعر الشعبي بصبراتة اختتمت بمسرح صبراتة الأثري ببلدية صبراتة. فعاليات مهرجان السلام الوطني للفروسية الشعبية والشعر الشعبي الذي أقيم على مدى يومين بمشاركة أكثر من فارس تحت شعار أكثر من 1000 فارس تحت شعار ترابط تسامح سلام، وأحيا عدد كبير من شعراء ليبيا الشعبيين أمسية في الليلة الختامية على خشبة مسرح صبراتة الأثري بحضور واسع لأهالي وسكان المدينة. وذكر المشرفون على المهرجان أنه سينظم سنويا في المدينة، وتضمن المهرجان عروضا للفروسية الشعبية مساء يومي الجمعة والسبت وأمسية شعرية أيضا، كما جرى تكريم بعض الساعين في دعم جهود السلام والمصالحة بين منطقتي الساحل والجبل. وشارك في فعاليات المهرجان الذي يأتي في إطار المصالحة الوطنية ولم الشمل وزيادة دعم السلام بين الساحل والجبل شعراء من مختلف المدن والمناطق الليبية، بالإضافة إلى إقامة مخيم للشباب بمشاركة 57 شابا يمثلون 34 بلدية ومنطقة من مختلف مناطق ليبيا، والذي تنظمه وتشرف عليه منظمة نواة التغيير للتنمية والعمل التطوعي برعاية
المجلس البلدي وجامعة صبراتة وبيت الشباب بالمدينة. وتضمن المخيم العديد من البرامج التي تهم الشباب. نشاهد هذا التقرير الذي يحتوي على لقاءات الشباب المشاركين. طبعا ما هذه المخيم مبادرة من منظمة نوادي التغيير. طبعا المبادرة مخيم وطني داخل احتضن هذا بيوت الشباب برعاية مجلس البلدي صبراتة وبرعاية جامعة صبراتة، كذلك بيوت شباب صبراتة. طبعا المخيم هذا الفترة متاعها 4 أيام، شاركت فيها أكثر من 35 مدينة من جميع ربوع الوطن. حقيقة أن احنا شرفائنا نستضيف مدن ليبيا وشباب ليبيا ونشطاء المدن الليبية. تمت دعوتنا من قبل فريق نواة التغيير ولبينا الدعوة هذه، ونشكر الفريق على اللفتة الطيبة اللي قاموا بها واللي من خلالها جمعوا شباب من كل ربوع ليبيا الحبيبة، وحاولوا أن يبثوا فيهم روح المحبة وروح الترابط. اليوم البرنامج العام، خلينا نحكي على البرنامج العام المخيم. قمنا بالعديد من الزيارات داخل مدينة صبراتة، ومن بينها زرنا مصنع مليتا للغاز، ومشينا لأثار صبراتة. بعون الله اليوم حنكونوا في مسيرة مشي على أقدام لأثار صبراتة، ومن خلالها بعون الله حنحاولوا أن نجمع الشباب هادم ويكون في ترابط أكثر بين كل المدن في ليبيا، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يجمعنا ديما عن خير. بادل الحسن الجيدة المدينة قاموا باستقبال عميد البلدية مديرية الأمن المدينة، وقاموا باستضافتنا داخل المخيم وذهبوا بنا لعدة من الأماكن لداخل المدينة، مثل الأثار اللي وراكم أو فندق صبرت أو فندق صبرتة. وزي ما تشوفوا الشباب وكلها ما شاء الله من جميع مدن ليبيا متوحدين هنيتهم قاعمزين لم تخوض من جميع المناطق، من الجنوب من الشرق من الغرب من المدن الوسطى من ثمين، وكأنهم قوت من أول لقاء لهم بدون ما يعرفوا بعض. كانت أول معرفة، أول مرة نشوف أشخاص من أول يوم أصبحوا قوت من ثمين، قلوبهم على بعض، ما نسوا جميع الحروب التفرقات السياسية التي قاموا بها اللي قاعدين على الكراسي. ونأمل أن جميع المدن جميع البلديات اللي قامت بالإقامة مثل هذه المخيمات، جميع المدن في زنجان في بنغازي في مسراتة في الجنوب إقامت مثل المخيمات عيادة اللي قامت بها مدينة صبراتة الحاضنة للسلام. وربي يا ربي يوفقنا لوحد الجنوب على بعضها. من صبراتة إلى شحات، مراقبة أثار شحات ترميم من العدم للإرث الحضاري. بادرت هيئة مراقبة أثار شحات وفريق قسم الترميم بترميم وصيانة بعض المواقع الأثرية، من ضمنها المسرح الروماني المعروف بالمنطقة الأثرية العلوية بالمنطقة القديمة، والذي لم يرمم أو يتم الاهتمام به منذ أكثر من 4 عقود. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. من كنوز ليبيا مدينة شحات، أو كما يسمونها قديماً قورينا، حيث الحضارات المتعددة. هنا وبأقل الإمكانيات المتاحة بعيداً عن أي ضجيج، تشرف مراقبة أثار شحات وفريق الترميم فيها على ترميم موقع المسرح الروماني بالمدينة الأثرية. هنا الحجارة تعامل كمعاملة الأم مع وليدها، فلا خطأ مسموح في هذا العمل الذي يرسم ملامح تاريخ ليحييها من جديد. دقة وحرفية عالية بعيداً عن أي ملل، وتوثيق وترميماً وصيانة ليعود الحجر لما كان على أصله. لا يبحثر الحجر هنا، بل يسجل ويرتب ويجمع ليعود كما كان مرصوصاً من قبل. زمناً مر على هذا الموقع حتى يرمم، إلى أن بادرت مراقبة أثار شحات بفريق ترميمها المثابر لترميمه من جديد. طبعاً العمل اللي قدامنا هذا قسم الترميم مراقبة أثار شحات يقوم بعمل ترميم في المسرح الروماني
فوجدنا فيه أن العجار تغلغل داخل الجدار فسبب بعض المشاكل وانهياء وتكسير في الصخور. فحاولنا أن نشتف ونحن الشجرة هذه ونشوفه أن نسوي الأمر الساهل شوي في البداية، ولكن طلعت فيه مشكلة كبيرة. يعني طلع الشجرة متوغلة داخل الصور والجذور مبعدة بين الجذران، ما سبب تكسير في الحجارة وسبب أيضا دخول المياه. طبعا شحات مدينة مشهورة بكثرة الأمطار، فالمياه دخلت داخل الجدار فسببت مشاكل واجدة للحجارة. طبعا المشكلة الكبيرة اللي في الأثار هي عدم الصيانة. طبعا الصيانة المفروض كل أقل شيء بعد 5 سنوات في الصيانة، نحن هذا بعد 63 ما نقربش بكل، فحيسبب مشاكل والمواقع كل نفس المشكلة. يعني نحن عندنا نفس المشكلة في المواقع كل إذا كان ما تمش تدارك الموضوع. والمشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية في الموضوع كله أنه فيش إمكانيات. الدولة للأسف، يعني للأسف، سواء في العهد النظام السابق أو توا أو يستر الله بعدين، إذا كان فيش اهتمام بالموروث الثقافي هذا طبعا خير من النفط وخير من كل حاجة. الموقع يجيب ممكن ليبيا ملايين ويعيش أجيال القادمة في سعادة بعيدا عن النفط وعن أي شيء آخر. لقناة ليبيا الحدث، ربيع بربيع شحن. بحثاً عن سبل مواجهة التحديات المرتبطة بتهديد انقطاع المياه، ملف المياه في ليبيا ملف مهم جداً. سنسلط الضوء اليوم على مشكلة المياه في ليبيا وما هي التحديات والعراقيل التي تواجه منظومة النهر الصناعي ومحطات التحلية في ليبيا. هل هناك بدائل في حال تعطلت الأولى والثانية؟ وكيف سنواجه هذه الصعوبات؟ كل هذه الأسئلة سأطرحها على ضيفي في الاستوديو، المهندس عبد السلام بالأشهر، مدير إدارة الشؤون الفنية بشركة النهر الصناعي، وسينضم إلي عبر الهاتف المهندس فايز موسى، مهندس بالشركة العامة للمياه بمرج. أيضا كما سينضم إلينا الأستاذ محمد سعيد، مدير إدارة العلاقات والإعلام المحلي بالمجلس البلدي ترهونة، للحديث أكثر على هذا الموضوع الشائك وهو ملف المياه في فقرة ضيف وملف. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، وهي حلقة مهمة جدا حول مشكلة المياه، وهي مشكلة المياه في ليبيا وتحديات الحلول. أرحب بضيفي الكريم الأستاذ عبد السلام بولاشهر، مدير أو عفوا الأستاذ عبد السلام بولاشهر مدير في شركة المياه بجهاز التنفيذ عفوا ب نهر الصناعي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا أستاذ حمدي، وإذا كنت يعني تصحح لي الصفة. المهندس عبد السلام بالأشهر، مدير إدارة الشؤون الفنية بشركة النهر الصناعي، بجهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي منظومة السرية سر التزروب. في البداية مهندس عبد السلام، حدثني على النهر الصناعي أو جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي والتحديات التي تواجه فيه في الوقت الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويقول أيضا في محكم تنزيله: أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. المشروع لا شك مشروع النهر الصناعي ساهم مساهمة كبيرة في حل جزء كبير من مشكلة المياه في ليبيا. أنشئ المشروع أو تم اعتماد المشروع في العام 1983، ووضع القانون رقم 11 لإنشاء المشروع وقانون رقم 10 لتمويل المشروع. ساهم المشروع منذ إنشائه في حل جزء كبير من مشكلة المياه. حاليا 70% من المواطنين في ليبيا يستفيدون من مياه المشروع. فكرة المشروع بمراحل متعددة، سواء في منظومة سرير سرت تزربو بنغازي أو منظومة الحساونة سهل شفارة، هو نقل كميات من المياه من الجنوب الليبي، حيث وجود مصادر مياه جوفية كبيرة موجودة في ليبيا. الأخبار المطمئنة جدا أن المياه الجوفية في ليبيا، ليبيا تحتوي على مخزون هائل من المياه الجوفية في الجنوب الليبي في خزان السرير أو في خزان الكفرة أو في الخزان الجوفي للحساونة. كانت الفكرة من نقل المياه بالنسبة لمنظومة المرحلة الأولى اللي هي السرير سرت تزربو بنغازي، هو نقل 2 مليون متر مكعب من حقلي أبار السرير وتزربو
إلى عبر أنابيب من أنابيب خرسانية سابقة الإجهاد بمنظومة تصل إلى في طولها إلى 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 في حدود 1600 كيلومتر عبر إجدابي ومن ثم إلى بنغازي وإلى سرت. المرحلة الثانية تتمثل في نقل مياه تقدر بمليون ونصف متر مكعب من المياه يوميا من حقل أبار الحساونة عبر المسار الشرقي والمسار الأوسط إلى المنطقة الممتدة من الشويرف إلى الساحل عبر مصراتة ومن ثم أزليتن إلى الساحل إلى الخمس إلى طرابلس، والمسار الأوسط اللي يتمثل في تزويد المياه لمناطق بن وليد وترهونة وباقي الجزء الغربي من ليبيا. طيب أستاذ عبد السلام، يعني هناك مشاكل في خطوط الأنابيب سواء يعني تحديدا يعني في 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 وقت الحرب الحالي، يعني حدثني على هذه النقطة بالتحديد. والله ظروف المشروع للأمانة يعني نحن نتحدث بصراحة منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير تم الاعتداء على مواقع المشروع المختلفة، سواء مواقع الشركات المنفذة لبعض المشاريع في جميع المنظومات الخاصة بالجهاز، أو الاعتداء على مواقع التشغيل والصيانة، ومن بينها سرقة العديد من الآليات والمعدات الخاصة بالمشروع، الاعتداء على 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 الموظفين بالدرجة الأولى في مواقع المشروع المختلفة، والاعتداء عليهم وسرقة مركباتهم. أصبح الوضع الأمني طبعا بدون شك وضع خطير جدا، ونحن نشتغل يعني الموظفين أو المستخدمين التابعين للمشروع يشتغلوا في ظروف عمل قاهرة وظروف أمنية صعبة جدا. تتمثل أيضا مشاكل المشروع في التمويل. المشروع أغلب عقود مشروع النهر الصناعي أوقفت بسبب خروج المقاولين المنفذين. نعم. وكذلك المشكلة الأساسية هي قضية التمويل، لم يفعل القانون رقم 10 الخاص بالتمويل، والذي يطالب الجهات العامة بتسديد الرسوم الخاصة بتمويل المشروع. أنت عارف أستاذ حمدي أن بالنسبة للمشروع لا يمول من الخزانة العامة، ولكن يمول عن طريق رسوم الوقود أو رسوم التبغ المستورد أو المصنع محليا أو بعض الاعتمادات المستندية. للأمانة الجهة الوحيدة اللي كانت ملتزمة في أعمال تحصيل الرسوم هي شركة البريغة للتسويق النفط مشكورة، ولكن لم يفعل القانون رقم 10. شركة البريغة كانت ملتزمة الوحيدة، باقي الشركات فيه تهرب جمركي من بعض الجهات العامة في تسديد الرسوم الخاصة بالمشروع، واللي هي للأمانة الرسوم الغير مباشرة هذه لم ترهق كاهل المواطن بقدر أن هي رسوم كانت تدفع بطريقة غير مباشرة لتمويل المشروع. المشروع طبعا فيه لغط كثير في قضية التكلفة. مشروع النهر الصناعي حسب التحصيل الوارد من الجهات العامة في آخر حساب ختامي في شهر 12 في 2010 كانت الأموال المحصلة للمشروع هي 12 مليار و680 مليون خلال فترة 27 سنة. نعم. ساهمت في تنفيذ المنظومات الخاصة بالمشروع. طبعا موضوع التمويل في ذاته هذا أثر على قضية الاعتمادات المستندية للمشروع. نحن حاليا تواجهنا مشكلة كبيرة جدا في قضية توفير قطع الغيار للمنظومات، لأن نحن يكاد المخزون وصل إلى نهايته في خلال مرحلة الخمس سنوات، وعدم فتح اعتمادات مستندية أو إيقاف فتح اعتمادات مستندية لصالح المشروع لاستجلاب القطع الغيار الخاصة بالمشروع. طيب هناك من يقول أن منظومة النهر الصناعي مهددة بالقفل أو بالانقطاع. أستاذ حمدي نحن في ظروف أمنية صعبة وظروف قاهرة، أنت عارف أن في بعض مواقع المشروع تعرضت للاعتداءات، في بعض مواقع المشروع
نعم. حاليا موجودة في مناطق اشتباكات، عارف أن نحن يعتبر موقع عندنا موقع سرت يعتبر خارج السيطرة، عندنا مشكلة حقيقية في التواصل مع باقي المواقع. نعم. نتيجة المشاكل الأمنية، وعندنا مشاكل في قضية الصيانة نتيجة أن الظرف الأمني لفرق التشغيل والصيانة، واللي بصراحة أنا يعني نحب في هذه اللحظة نحيي جميع المستخدمين اللي هي اللي عاملين بالمشروع، نتيجة ان هم لم ينقطعوا اعمالهم. وللآن انت تو تلاحظ يا استاذ حمدي ان المياه خلال الفترة هذه يعني فترة طويلة بمعاناة شديدة، لم تنقطع المياه عن المشروع، حتى ولو انقطعت كانت بأسباب خارجة عن إرادة الجهاز اللي هي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي. وعلما ان مشكورين الشركة العامة للكهرباء في تواصل مستمر بيننا وبينهم في غرف التحكم ما بين الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وشركة العامة للكهرباء، وهم يشتغلوا بالكاد في نفس الظروف اللي يشتغل فيها المشروع. نعم. ولكن مع هذا كله يعني نحن بالنسبة للمياه وخلال فترة الخمس سنوات لم يشعر المواطن بانقطاع رغم الظروف التشغيل الصعبة والمستخدمين والمعاناة اللي عانوا فيها في توفير حتى الإعاشة والتموين للمواقع. نعم. هذه من ناحية منظومة النهر الصناعي. أنتقل الآن إلى ضيفي على الهواء المهندس فايز موسى، مهندس بالشركة العامة للمياه. أهلا وسهلا بك مهندس فايز. أهلين أهلين أستاذ حمدي. أتمنى أن يكون أو تكون الصفة صحيحة يعني. الصفة موظف في شركة المياه رئيس قسم المياه سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ فايز. أحكي لنا على المشاكل اللي تواجه في التحلية في منطقة الجبل الأخضر بالكامل. بالنسبة للمشاكل بالنسبة لتحلية بترابة تحلية المرج. نعم. بالنسبة للمشاكل اللي عندنا في تحلية بترابة، قطع الغيار التحلية ما يوجد قطع غيار. تو عندنا ثلاث غليات تشتغل حاليا بشكل مشترك، غلاية وغليتين وقفات نظرا لعدم وجود قطع غيار للتحلية. نعم. الحاجة الثانية الصيانة، المفروض في صيانة دورية بعد ست شهور نظرا لقطاع، مثلا تطلع واحدة ولا واحدتين لي غلاية ولا غليتين إجباري نشغل الغلاية الثالثة. نعم. الصيانة العامرة اللي هي الصيانة يعني بعد 10 سنوات يتم صيانة أول اللي متفقة به أيام العهد السابق. نعم. متفقين مع شركة فرنسية في 2015 توصل التحلية إلى 40,000 متر مكعب. نعم. حاليا توصل المياه لمدينة المرج تشتغل قطاع واحد، يوم ونص تشتغل يومين موقفة. المشكلة الأخرى التوصيلات غير شرعية. أنت عارف المسافة من بطرابة إلى المرج 18 كيلو متر، يعني 18,000 متر طولي. نفس المشكلة اللي في المارج نفس المشكلة اللي موجودة في البيضة. في البيضة نعم. توسة. المسافة من توسة للبيضة 40 كيلو متر. نفس المشاكل اللي موجودة، بس باين احنا عندنا في المارج هنا الغليتين اللي خرجت حيتم صيانتهم حاليا. لما كلمنا جماعة التحلية يقولوا نهاية الأسبوع الجاي أو نهاية الأسبوع اللي بعدها تدخل واحدة الثانية. لكن البيضة يحتاجوا إلى غلاية لقلة صيانة دورية ولقلة صيانة الوقائية. طيب أستاذ فايز، يعني في حال انقطعت مياه التحلية ما هي الحلول؟ الحلول عندنا طبعا أنت عارف أن الآبار كنا المنطقة الشرقية بالكامل كانت تتغذى عن طريق المياه الجوفية. نعم. المورد الرئيسي كان يعني قبل ما تجي التحلية المورد الرئيسي كانت المياه الجوفية. نعم. لكن نظرا لتذبذب الأمطار من ناحية وازدياد الاستهلاك المائي سواء الحضاري اللي هو المدني أو الزراعي أدى إلى نقص المياه الجوفية. ومن الأسباب الأخرى أن مشكلة تلوث المياه الجوفية عن طريق المياه السوداء اللي هي المياه الصرف الصحي أدى إلى تلوث. يعني عندنا عانى في المرج ما يقارب عن 16 بيت تم قفلهم لأنها ملوثة. والمشاكل الأخرى اللي عندنا آبار تم التعدي عليها وخطوط تم التعدي عليها.
طيب أستاذ فايز، يعني في حال يعني انقطعت المياه عن التحلية وظلت المياه الجوفية ملوثة، يعني ما هو الحل؟ يعني فيه مشكلة كبيرة. يعني كان في خط يسمى تغذية مناطق الأبيار المرج والسلطان بومريم عن طريق النهر الصناعي. نعم. والمشروع هذا ب 2011 وقف المشروع هذا. مشروع تغذية المناطق الأبيار المرج والسلطان بومريم، يعني كان المرج حتوصل من 17 إلى 20 ألف متر مكعب من النهر. ضيفي إن شاء الله حيجاوبك بإذن الله. ضيفي إن شاء الله حيجاوبك بإذن الله. ماشي. وحقل غريب، عندنا حقل الغريب تم تجربته في عام 2010 و2011، ضخينا المرج 5000 متر مكعب. نعم. لكن بعدها صارت إشكالية، الشركة اللي كانت واخذة العمل في حقل الغريب. نعم. شركة العطاء. تم شركة النهر ما سلمتش المشروع بالكامل، لأنها كانت في فترتها فترة تجربة فقط. وحاليا ردت شركة النهر، تم في إشكالية بينه وبين الهيئة العامة للمياه على مواصفات الأبار. نعم. طيب أستاذ فايز، يعني نسبة مشكلة المياه في الوقت الحالي سواء في المرج سواء في البيضة في الجبل الأخضر بشكل عام، يعني كم نسبة خطورة انقطاع المياه في تلك المنطقة؟ إن لم يوفروا مثلا قطع غيار التحلية وتمت الصيانة الفورية، إحنا كانت يشتغل واحدتين وواحد احتياط، ما كانش عطلان كان احتياط. نعم. لما يعطل واحد أو يقطع نقول خروج الوحدة للصيانة. نعم. تدخل الوحدة اللي كانت في الاحتياط. حاليا إجباري إنك الواحدتين عطلانات ويشتغل واحدة، يعني نطلب قطع غيار التحلية تكون متوفرة. نعم. صيانة دورية، انقطاع الكهرباء، انت عارف انقطاع الكهرباء ينقص العمر الافتراضي للمحطة التحلية. نعم. طيب أستاذ فايز، يعني أنا حاب نشكرك على مداخلتك معنا، لكن قبل ما نختم معك، من هي الجهات المسؤولة على توفير هذه القطع والاهتمام سواء بالتحلية أو بتوصيل مياه الغريب إلى منطقة الجبل الأخضر بالكامل؟ أنت عارف تو انهيار المؤسسة الوطنية. نعم. للموارد المائية، هذه تسعى للمؤسسة. ناهيك عن وعي المواطن، تو أنا نحكي لك من الحي اللي أنا نسكن فيه حاليا، المية ما جاتش شهرين وتقريبا ونص. لما تجي المية للحي، يعني في غصة في عقلك، لما تجي المية للمواطن، نقص وعي المواطن، تلقى المية منهدرة في الشارع. أنت عارف أن في عام 2007 لما استلمنا المية تكلف الدولة 90 قرش، يعني زي 10 قروش. نعم. المواطن ما عندهاش دراية أن المية كلفة الدولة 90 درهم. فالحلول عند البلديات، عند وزارة الموارد المائية، توفير قطع غيار للتحلية، تطلبها التحلية تتوفر، أو تشغيل الخط، استكمال خط تغذية مناطق الأبيار المرج غط السلطان بومريم عن طريق النهر. نعم. شكرا الأستاذ فايز موسى، مهندس بالشركة العامة للمياه المرج، على هذه المداخلة. نأخذ الآن الأستاذ محمد سعيد، مدير إدارة العلاقات والإعلام المحلي بالمجلس البلدي ترهون. أهلا وسهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا بك أخي حمدي، تحية لك وتحية لكل المشاهدين. أهلا وسهلا بك سيد محمد. تعاني بلدية ترهون الفترة الماضية من انقطاع متكرر في المياه، يا ريت تحدث لي على المشاكل اللي كانت يعني تعيق تدفق المياه لبعض المناطق في ترهونة. أخي حمدي، ليس إيقاف متكرر بل إيقاف دائم. الانقطاع للمياه في بلدية ترهونة. نعم. الآن اجتاز 35 سنة، أكثر من 3 عقود بلدية ترهونة تعاني من انقطاع تام للمياه. للأسف
نعم. رغم أن أنابيب المياه أنابيب جهاز النهر مدينة سرهونة، لكن أهالي بلدية سرهونة منذ أكثر من 35 سنة إلى حد هذه اللحظة ما زالوا يشترون المياه عن طريق الشاحنات. تقريبا كل أسرة في بلدية سرهونة تستهلك من 3 إلى 4 سيارات في الشهر. نعم. كل سيارة تكلف تقريبا 30 دينار ليبي. للأسف الشديد هناك 4 عقود لربط بلدية سرهونة بخطوط النهر. الخط الأول خط سوق الأحد، الخط الثاني خط سرهونة لمنيزة، الخط الثالث خط سرهونة الدوون، بالإضافة إلى الخزان الرئيسي ببلدية سرهونة. توصلنا في أكثر من مرة مع الشركة المنفذة لهذه المشاريع لاستكمال هذه المشاريع. استعد المجلس البلدي سرهونة لتوفير كل الضمانات اللازمة، توفير الحماية اللازمة للشركة للرجوع لاستئناف أعمالها، لكن إلى حد هذه اللحظة الشركة لم ترجع، الأسباب غير معروفة إلى حد هذه اللحظة. المجلس البلدي سرهونة حاول وضع حلول ولو كانت جزئية الآن لحل هذه الأزمة. حاولنا حفر بعض الأبار في المنطقة وربطها ببعض الأحياء السكنية، حاولنا أيضا ربط بعض الأحياء بمنظومة النهر، لكن إلى حد هذه اللحظة لم تصل المياه إلى تقريبا إلى 20% من سكان بلدية سرهونة، وباقي أهالي بلدية سرهونة ما زالون يعانون من أزمة نقص المياه بالبلدية. رسلنا وزارة الموارد المائية في أكثر من مرة، لم نلقى تجاوب للأسف الشديد. رسلنا جهاز النهر لمساعدتنا في تفعيل المشاريع المتوقفة. نعم. ومستعد المجلس البلدي سرهونة، وكرر لك مستعد لتوفير كافة الضمانات اللازمة وتوفير الحماية اللازمة للشركات المنفذة. شكرا أستاذ محمد سعيد مدير إدارة العلاقات والإعلام المحلي بالمجلس البلدي سرهونة على هذه المداخلة. طبعا أستاذ عبد السلام، يعني تحدث سيد فايز موظف في شركة المياه بالمرج، وتحدث على المشاكل المشتركة ما بين تحلية وحقل الغريب. نعم. ولكن هو طبعا تحدث على أيضا أن من المفترض أن تكون منظومة النهر الصناعي واصلة للمرج ولمنطقة الجبل الأخضر بالكامل، هذه من ناحية. نعم. بالإشارة إلى ما ذكره الأستاذ فايز فيما يتعلق بربط منطقة الأبيار والمرج وغوط سلطان وبمريم في عقد قائم، ولكن كما أسلفنا في السابق أن عقود النهر مرتبطة بالتمويل. نعم. النهر الصناعي حاليا من الدولة الليبية ابتداء كيف ما ذكرنا من المجلس الوطني الانتقالي ومكتبه التنفيذي والحكومات المتعاقبة إلى المجالس التشريعية، سواء كان المؤتمر ولا البرلمان، لم يعر المشروع أي اهتمام ب تفعيل القانون التمويل أو برصد الميزانيات للمشروع. نعم. نحن حاليا ما يحصل فقط هو قضية اللي هو تسيير للميزانية التسريعية المتمثلة في المرتبات أو توفير بعض المواد المحلية من تموين وإعاشة. حاليا نفس النقطة فيما يتعلق بالأستاذ محمد سعيد. يتكلم علي ترهونة. نحن عندنا 4 مشاريع كما أسلف لربط منطقة ترهونة، ولكن مشاريع النهر الصناعي كلها متوقفة وتفعيلها متوقف نتيجة التمويل. النهر الصناعي ما عندش ميزانيات مخصصة به، أو تم رصد ميزانيات من حكومات، أو تفعيل القانون اللي هو يعتبر إلزام للجهات العامة، سواء حتى من مصرفي حتى من مصرفي بالمركزي، في بعض الأموال لم تحول للمشروع. فبذلك حاليا نحن المشروع وخلال 5 سنوات فقط الميزانيات التي تحال للمشروع هي ميزانيات تتعلق بالمرتبات والمرتبات فقط. بالنسبة للحق الأبار الغريب، كلفنا سابقا من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وتم تكليف جهاز النهر الصناعي بأن يكلف، لأن هذه مشاريع التخطيط محالة من التخطيط في موضوع التنمية. تم تنفيذ المشروع. المشروع تعرض للاعتداء، كانت لعند مواصلات غير شرعية، لعند قبل 17 فبراير كانت الشركة موجودة، ولكن تم الاعتداء على حق الأبار. حاليا نحن بصدد تفعيل المشروع،
تكلموا على قضية مشكلة لا توجد مشكلة حقيقية بين الهيئة العامة للمياه وما بين الشركة المنفذة. نعم. كل ما هو موجود أن في بعض المواطنين قاعدين في بعض المواقع الخاصة بالمشروع، ونحن حاليا بصدد 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 التعاون، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع المجالس البلدية الساحل والمرج وجردس بسبيل إخراج بعض المواطنين من مواقع المشروع. حقل الأبار الغريب للأمانة تعرض للاعتداء في الجزء اللي هو ممكن الأخ من المنطقة ويعرف أنه من خزان بقراوة إلى عند المرج تم فك قريب يجي 150 متر في وصلات غير شرعية. نحن حاليا نعاني على مستوى المشروع من الوصلات الغير شرعية على مستوى ليبيا كلها. نحن النهر الصناعي منتشر جغرافيا على مستوى ليبيا كلها، في بعض الأماكن فيه بعض المستثمرين خارج نطاق الدولة يستثمروا في المشروع، يستثمروا في بعض المواطنين دايرين استثمارات زراعية خارج نطاق الدولة، يتم عمل توصيلات غير شرعية ويتم إيصال المياه، وفيه برك كبيرة من المياه مهدرة فوق المشروع وتسبب في مشاكل في الرطوبة وتسبب في مشاكل التآكل للأنابيب في غياب بسط هيبة الدولة. نحن حاليا كما نقول لك أن المشروع منتشر جغرافيا على مستوى ليبيا، وانت نعم. بالوضع الأمني اللي موجود توا ما نقدروش كيف ما تقول إن يعني ما عندناش نحن سلطة الضبط القضائي كالمشروع. عفوا أستاذ عبد السلام، يعني الآن الحاكم العسكري أصدر قرارات قوية جدا وفي صالح المواطنين، لماذا لا تكون هناك مبادرة من جهاز النهر الصناعي لتعاون مع الحاكم العسكري حتى يتم إخلاء هذه المواقع والبدء فورا في صيانتها وجلب الشركات أيضا؟ تم عقد اجتماع فيما يتعلق بحق الأبار الغريب وتفعيله، تم اجتماع وكان هم الأخوة متعاونين، وهم قالوا نحن على اعتبار أن المجالس البلدية تتبع للحاكم العسكري أفادونا أن نحن حاليا في داخل المناطق هذين يتبعوا في العرف السائد، وعلى اعتبارنا مشكلين لجان لإخراج هؤلاء الناس من مواقع المشروع، ولكن على حسب آخر اجتماع بينهم أفادوا أن بالإمكان أن يتم اللجوء للضبط القضائي والإخراج الناس هذين من المواقع، لأنك أنت لما تقعد في موقع والموقع هذا يمس جزء من الليبيين وتوفير المياه. نحن حق الأبار الغريب المستهدف منا إنتاج 20,000 متر مكعب، حاليا نحن الشركة موجودة وتم تفعيل العقد بها، ولكن نحن ننتظر فيما يتعلق بحق الأبار الغريب، ننتظر في أن المجالس البلدية تأخذ المبادرة في عملية إخراج المواطنين من بعض مواقع المشروع. بالنسبة لنا نحن يا سيد حمدي، نحن فيما يتعلق بباقي مكونات المشروع، أنت كيف ما قلت حضرتك توا، نحن الوضع الأمني أصبح قاهر جدا. وجود توصيلات غير شرعية سببت مشاكل في الرطوبة ومشاكل في حتى في قضية إيقاف المياه، مرات تجيه أنت تلقى حتى مواطن في البنية التحتية المواطن تلقاه فاتح صمام وبعدين ما عرفش كيف يسكره، قعدت المياه مهدرة، قعدنا مرات نضطر إلى إيقاف المياه جزئيا لغرض الصيانة في ظروف أمنية في أقل من دقيقة. مهندس عبد السلام، ما هي الحلول للحفاظ على هذه الثروة المائية؟ أنا أعتقد أن اهتمام الدولة الأمن المائي مهم جدا. نعم. الدولة للأمانة دولة وشعبا عركي معلالة، نحن نتمنى من الشعب الليبي كله ومن الأخوة اللي من تصدر المشهد أو في البرلمان أن يتم سن القوانين لدعم المشروع ولتمويل المشروع قوية. نعم. وإصدار قرارات قوية. أنا خايف من أن نحن لا سمح الله إذا كان صار ظرف طارئ بهالظروف اللي موجودة حاليا وعدم قدرتنا وعدم سرقة آلات المواقع المشروع، نحن نخاف أن نحن نصل إلى نقطة حتقعد صعبة جدا. شكرا مهندس. ولكن نعم. رغم هالظروف الظروف القاهرة ما زالوا الشباب متكاثفين، ونشكر في المناسبة هذه مستخدمين مشروع اللي حافظوا على إيصال المياه الهلهم في جميع ربوع ليبيا. شكرا مهندس عبد السلام بلاشهر، مدير إدارة الشؤون الفنية بشركة النهر شركة النهر الصناعي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وأتمنى من الحاكم العسكري أن يصدر قرارات قوية للحفاظ على هذه الثروة المائية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.